أهلا بكم. عقد في المركز اليسوعي في عمان لقاء لاتحاد الرهبنات الثاني تحت عنوان افرحوا بالرب وأقولوا أيضا افرحوا، وذلك للتأمل والصلاة والاستعداد لاستقبال طفل المغارة. وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة الاتحاد الأخت أنطوانيت مطر بالمطران سليم الصايغ وبالأخوات الراهبات، متمنية لهم ميلادا مجيدا وعاما ملؤه المحبة والسلام. كما قدم سيادة المطران الصايغ محاضرة تحدث فيها عن شعار اللقاء وأهميته وأبعاده الروحية في حياة الراهبة وكيف توظفه في حياتها العملية. كان عنوان هذا اللقاء الراهبة وفرح الميلاد. حبينا أنه ندعي سيدنا المطران سليم الصايغ، تفضل حكى لنا عن الرهبة بإيش المواقف تكون فيها فرحة بحياتها العملية، بديرها، بالكنيسة، مع الرعية. قديش في واجب علينا أنه يشع منا نور المسيح، الناس تشوف بوجهنا نور المسيح. أشكر كمان الموظفين اللي دائما بيكونوا معنا، بيسروا سروة معنا، والله يعطيهم العافية. وبحب من خلالكم أعايد كل أخوات الرهبات، كل الأعضاء وكل المسؤولين، كل خيات الرهبات، وأعايد الدكتورة باسمة السمعان مع فريقها العملي، وأعايد جمعية الكاريتاس الأردنية.